مرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن فشل اتفاقي الرياض وستوكهولم في إيجاد حل للصراع في اليمن. عام كامل مر منذ أن تم التوصل إلى اتفاق ستوكهولم بشأن وقف الحرب في الحديدة وإنهاء حصار تعز وتبادل الأسرى والمعتقلين، فيما مر شهر منذ التوقيع على اتفاق الرياض ولم يتم حتى اللحظة إنجاز استحقاقاته سوى عودة جزئية للحكومة في ظروف بالغة الصعوبة إلى عدن. الثمن الذي تدفعه اليمن يبدو باهظا جراء مضي التحالف الذي تقوده السعودية ومن خلفها الرعاة الدوليون في خطوات تجزئ الحلول المتصلة بالقضية اليمنية والابتعاد أكثر عن مسار الحل الشامل للأزمة والحرب في اليمن استنادا إلى المرجعيات الثلاث. نتوقف عند هذا الحدث لنناقشه في محورين: أسباب تعمد الأمم المتحدة تجزئة الحل السياسي في اليمن والتأثيرات المحتملة جراء تعثر مساري الرياض وستوكهولم على مستقبل التسوية السياسية للحرب الدائرة في اليمن. نذهب لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. بعد 5 أعوام من الحرب فشلت خلالها الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي في حسم الصراع لمصلحة أحدهما، ثمة فشل أكبر لا يزال مستمرا وهي الاتفاقات التي ترعاها الأمم المتحدة متمثلة بالمبعوث الأممي لإحلال السلام في البلاد. فشل تمثل في تقديم الأمم المتحدة لاتفاقات جزئية للأزمة اليمنية على حساب الحل الشامل في مشهد عده مراقبون تعقيدا للصراع وتجزئة للمشكلة اليمنية. فبعد عام من اتفاق السويد وشهر من اتفاق الرياض لا تزال الأزمة اليمنية تراوح مكانها في ظل تحذيرات المبعوث الأممي مارتن جريفيث من انهيار اتفاق الرياض الموقع أخيراً بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً نتيجة استمرار المواجهة المسلحة بين الطرفين. وعلى الرغم من مرور عام على اتفاق ستوكهولم إلا أن التعثر وعدم التنفيذ هو سيد الموقف في ظل استمرار مراوغة ميليشيا الحوثي وعدم التزامها بأي بند من بنود الاتفاق الذي يقضي بانسحابها من ميناء الحديدة. وأمام استمرار فشل الأمم المتحدة في الضغط على الميليشيا للانسحاب من الحديدة يرى مراقبون أن ثمة فشلاً أكبر هو تردي الوضع الإنساني، حيث ترفض الميليشيا حتى الآن توفير ممرات آمنة للمساعدة الإنسانية أو إيداع إيرادات موانئ الحديدة في البنك المركزي لتسليم رواتب موظفي الخدمة المدنية بمحافظة الحديدة. لنقاش أوسع ينضم إلينا من مهرب الصحفي عبد الحفيظ الحطامي. مرحبا بك معنا سيد عبد الحفيظ. مساء النور أختي الكريمة. إذا مرت سنة كاملة على اتفاق ستوكهولم وأكثر من شهر على اتفاق الرياض، برأيك ما هي أسباب إخفاق التسويات الأممية والإقليمية في اليمن؟ نعم أختي الكريمة، طبعا ما يحدث في اليمن يحدث في دول أيضا مجاورة كالعراق وسوريا وسوريا في المحيط العربي طبعا وليبيا وغيرها. متى كان الأمم المتحدة قادرة على الانحياز إلى صفوف الشعوب الحرة؟ متى كانت الأمم المتحدة منحازة إلى الجانب الشرعية؟ إلى أين ذهبت عمليات السلام في سوريا؟ إلى لا شيء، إلى أكثر من اعتراض وإلى تدخل الروسي. وبالتالي في اعتقادي بان الامم المتحده لا يعول عليها، اعتقادي انه يجب ان يعول على اراده الشعوب وعلى القوه الحيه وعلى الحكومات التي تستند الى 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 شعوبها. وبالتالي في اعتقادي بان مسارات الفشل هي مسارات طبيعيه في انجاز اي حلول ميدانيه على الارض. 5 سنوات والقضيه اليمنيه تراوح بل تزداد تعقيدا، والطرف الآخر الذي مارس الانقلاب للأسف الشديد يزداد توسعا ويزداد تثبيتا ويزداد تعقيدا على المستوى الأجندات التي يمارسها داخل الشعب اليمني. وبالتالي في اعتقادي بأن الأمم المتحدة لا يعول عليها كثيرا، يعول على الشعوب وعلى الشعب اليمني وعلى حكومة الشرعية
أن تحسم أمرها، وفي الأخير الأمم المتحدة تنصاعد الأمر الواقع. إذا أرادت الحكومة اليمنية حلولا فهي قادرة على أن تنجز حلها بيدها، بيد إرادة شعبها، بجيشها، لإحلال واستعادة الدولة وإحلال الأمن والاستقرار في اليمن. أما التعويل على الجانب الأممي فأصبحت تجارب مريرة بالنسبة للشعوب العربية وبالنسبة للشعوب الحرة، وبالتالي على الحكومة الشرعية وعلى الجهات الداعمة لها أن تحسم معركة اليمن وتجعل المجتمع الدولي أمام الأمر الواقع، وكما حدث في حرب في حروب سابقة. وبالتالي في اعتقادي بأن مسار الأحداث في اليمن سيزداد تصعيدا وتعقيدا إذا ما لم يتم حسم معركة التحرير واستعادة الشرعية. نعم، دعنا نفصل الحديث أكثر عن ما جاء في اتفاق ستوكهولم. كانت خطة جريفيث تقسيم الحل إلى 3 ملفات، وهو ما خرج به هذا الاتفاق. البعض يقول أن هذا هو سبب فشل هذا الاتفاق، ما رأيك أنت؟ فأعتقادي أن تجزئة القضية اليمنية هي كانت أيضا من ضمن تعقيدات الاتفاقية ستوكهولم، يعني لم تكن المشكلة كوحدة موضوعية لإنهاء مسار المشكلة في اليمن، وتم تجزئتها للأسف الشديد، وبالتالي ذهب كل الحل لقضية في اتجاه آخر. فلم يستطع الأمم المتحدة، ولم يستطع مبعوثها، ولم تستطع الجهات الراعية ولا الدول حتى الراعية والمشرفة على القضية اليمنية أن توجد حلا واقعيا فيما يتعلق بقضية الأسرى، آل الموضوع إلى الفشل. نعم. وربما وجدت حلول على المستوى الأدنى، وهو فيما يتعلق بتبادل بصفة شخصية أو بصفة قبلية في مناطق الصراع في اليمن. وبالتالي في اعتقادي ملف الحديدة للأسف الشديد بدأ بأهم قضايا، وهي قضية مرور الإغاثة، وللأسف الشديد لم يسمح للإغاثة أن تمر، وأيضا وقف التهدية والهدنة، يعني وقف الاشتباكات والاقتتال، واتسعت الاقتتال ليشمل حيز والتحيتة والدريمي ومناطق متفرقة على امتداد الساحل الغربي، وتحول الانسحاب الذي يفترض ان كانت ميليشيات الحوثي ان تنفذه، الانسحاب من الميناء، من الموانئ الثلاثه في الحديده، اضافه الى مدينه الحديده، والعوده الى ما كان عليه الوضع في 2014. نعم. تحول الى نقاط ارتباط لا تبيان. نعم، تفضل. مدينه الحديده. نعم، تفضل بالبقاء معي سيد عبد الحفيظ. ارحب بضيفي عبد العزيز الهداشي من الرياض، مرحبا بك معنا سيد عبد العزيز. إذن مجلس الأمن خلص في جلسة مغلقة له الخميس الماضي إلى وصف ما يحدث في الحديدة بأنه تقدم في مسار السلام رغم التحديات، كيف يمكن فهم هذا التقدم في ظل هذه الاعتداءات المستمرة والمتكررة من قبل الحوثيين؟ طبعا مجلس الامن او مندوب الامم المتحده في او المبعوث الاممي جريفيث او اي مندوب اخر لابد ان يتكلم بهذا الكلام، لانه جزء من عمله. والامم المتحده دائما تقول انها تسعى الى السلام وان السلام في تطور وتقدم وازدهار، هذه طبيعه الامم المتحده. للذكرى ان بن عمر والحوثي يتقدم من صعده حتى دخل صنعاء ويقول الامور كلها تمام، والمجتمع اليمني او الحكومه اليمنيه متفقه مع الجميع والوئام والسلام سوف يحدود الجميع. دائما مهام مندوبي للامم المتحده تكون في صنع خيال او صنع احلام ورديه حول السلام. هناك مندوبين استثنائيين يعني في الامم المتحده من ضمنهم الاخضر الابراهيمي الذي اعتذر عن الاستمرار في كوصيف في الازمه السوريه. هؤلاء نادرين جدا. غسان سلامه في ليبيا كان كل التقارير في ليبيا ان كل شيء تمام وكل شيء على ما يرام وان ليبيا في تقدم والسلام سوف يحل، حتى وصلت المعارك على اعتاب طرابلس. الامم المتحده تتعامل مع الامر الواقع، مع الميدان، وتحاول تهدئه الاوضاع. اعطيك على سبيل المثال، لو ان الدوله الفلانيه غزت الدوله الفلانيه واحتلت جزء من اراضيها، سوف يعني يسارع مجلس الامن عقد جلسه طارئه ويطالب وقف اطلاق النار وبالتهدئه. سيد عبد العزيز، اذا تلميع الصوره كما فهمت من كلامك، رغم ان الاحداث على الارض مشتعله هي تحاول تهدئه هذه الاحداث، وبالتالي اين موقف الحكومه الشرعيه وما الذي سوف تستفيده الامم المتحده من عكس رؤيه غير صحيحه او غير واضحه؟
الحكومة الشرعية للأسف الشديد كلهم كومبارس، المسؤول هو الرئيس هادي، فهذا الرئيس هادي هو الذي سمح للحوثي من بداية الأمر أن يتمدد من دماج حتى يدخل إلى صنعاء، وحتى دخلوا إلى غرفة نومه، وحتى جلدوا وأخرته، ثم فر، ثم بدأ بنفس الطريقة، ثم بدأ بنفس الطريقة في مع 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 بداية عاصفة الحزب. الرجل هذا هو مشكلتنا في الرئيس. سيدي اتركي الحكومة جانبا، فهذول عبارة عن كومبارس وحدكم الرئيس هادي، والرئيس هادي لن يسمح بوجود رئيس وزراء قوي شخصية أو وزير قوي شخصية يظهر أمام الإعلام أنه أقوى منه أو أنه أفضل منه، لن يسمح بوجود رجل لديه شعبية، فأغلب أعضاء الحكومة هم مجرد كومبارس، مجرد متسلقين، مجرد منتفعين، مجرد بصوص يعني ومرتزقين. نعم. الناس المحترمين يعزلهم الرئيس هادي، اتركوا لي فرصة يا أختي الكريمة، مشكلتنا في الرئيس هادي نفسه الذي يعني عطش على سبيل المثال الآن في اتفاق الرياض كان يفترض أنه خلال 15 يوما، أنا أتكلم في الجانب السياسي. نعم سنعود سيد عبد العزيز للحديث عن اتفاق الرياض، دعني فقط أعود لضيفي عبد الحفيظ. سيد عبد الحفيظ، هل ترى أن هناك أي جوانب إيجابية حدثت في الاتفاق في الأرض من اتفاق ستوكهولم أو حتى اتفاق الرياض؟ لا يوجد مؤشرات إيجابية صراحة منذ تدخل الأمم المتحدة في المسار اليمني، منذ الحوارات التي كانت تجرى في صنعاء كان يتم العكس، كذا المبعوث الأممي حينها يعلن شيء وفي الواقع شيء آخر، كانت الميليشيات في عمران توجهت إلى صنعاء والمبعوث الأممي حينها كان يتحدث عن الوصول إلى حلول وبتفاؤل، وللأسف والحقيقة المرة بأن كل مبعوثية الأمم المتحدة بعثوا نقمة على اليمنيين كما يقول البعض ساخرا مما حدث في مسيرة القضية اليمنية، يحدث دائما العكس لدرجة أن جريفيث آخر مبعوث أممي يتحدث بتفاؤل رغم الوقائع الميدانية التي تؤكد عكس ذلك تماما، الناس يقتلون في الحديدة، الميليشيات ترفض تبادل الأسرى، الميليشيات ترفض فتح الممرات الإغاثة الإنسانية. نعم. على الصليب الأحمر حتى البارحة ترفض ميليشيات الحوثي السماح لقوات إنسانية تصل إلى مركز مديرية الدريهمي، وبالتالي لا الصليب الأحمر ولا المنظمات الأممية ولا اللجان المشتركة ولا لجان الانتشار الميدانية ولا لجان الارتباط كلها تقف صامتة ومتبلدة ومتفرجة إزاء ما يحدث، وكان هؤلاء أحجار على رقعة الشطرنج، يعني ثمة قوة أخرى في الأمم المتحدة تقوم بتدويرهم وبتحريكهم وربما تسمح لهم بالحديث في هذه النقطة أو تلك، وبالتالي في اعتقادي بأن ما يحدث في اليمن هو جزء مما يحدث في المنطقة العربية، ويجب على الشعب اليمني أن يتخذ طريقه في الاتجاه الصحيح بعيدا عن هذه القوى الدولية التي للأسف الشديد أثبت التاريخ اليمني معها بأنها غير صادقة وغير موجهات غير موثوق بها. نعم تفضل بالبقاء معي سيد عبد الحفيظ. أعود إليك أستاذ عبد العزيز، كنت قد تحدثت عن بوادر فشل لاتفاق الرياض وتحدثت عن المدة الزمنية، برأيك هل فعلا سيفشل هذا الاتفاق؟ هو ليس سوف يفشل، بل قد فشل فعلا، فشل حقيقة، فشل. نعم. يعني بكافة بنوده، بكافة اتفاقياته بالعقل العسكري والسياسي. نعم. والأمني. إذن فشل هذا. نعم. الاتفاق، ألم تكن هذه الرؤية واضحة للسعودية قبل إبرام هذا الاتفاق؟ لماذا أصرت على إبرامه والمضي فيه معذرة؟ ما هو الهدف الحقيقي لها؟ السعودية، أنا ذكرت لكم من البداية أنه العيب قد لا يكون في الأطراف الخارجية التي تتدخل، العيب هي الحكومة، العيب عفوا في الرئيس هادي، وأكرر في الرئيس هادي، وأكرر ثلاثا في الرئيس هادي. ما الذي يمنع من إصدار قرار بتعيين محافظ العدل يضع الناس كلهم أمام الأمر الواقع؟ الاتفاق السياسي يقول أنه خلال 15 يوما يتم تعيين محافظ عدن ومدير لأمن عدن، ما الذي يمنع من إصدار هذا القرار؟ نعم. ما الذي يمنع من تعيين رئيس للوزراء وتشكيل حكومة جديدة؟ أنا أتكلم المشكلة هي في الاتفاق في البنود الأمنية والعسكرية، في الملحق الأمني وفي الملحق العسكري، وبالتالي لا يمكن تنفيذ الملحق العسكري وتنفيذ الملحق الأمني إلا في حالة تنفيذ الملحق السياسي. ما الذي يمنع الرئيس هذا من إصدار قرار بتعيين محافظ عدن؟ لنفترض ان السعوديه معارضه، ولنفترض ان الامارات معارضه، ولنفترض ان الانتقالي معارض،
يفترض ان يضعهم الرئيس هذه لو كان لديه شخصيه، لو كان لديه درجه من كرامه، لو كان لديه درجه من رجوله، يفترض ان يضعهم امام الامر الواقع ويعين محافظ عدن ويعين رئيس الوزراء. وعلى فكره في حاله تعيينه لرئيس الوزراء وتشكيل حكومه جديده امام العالم وامام المجتمع الدولي لا يمكن لاحد ان يعترض عليهم. دورنا هذا جاءنا في جبهه باقي الرياض، لكن الرئيس هذا اسدي الذي اوصل معنا الكارثه هذا الذي دمر الشعب اليمني ووجود رئيس مثل هذا لم يكن يصلح لعلي الغنم، فضلا عن ان يصلح رئيس الجمهوريه. للاسف الشديد كان هذا الرئيس هو سبب كل مصائبنا من اول يوم تولى في السلطه، ولعل كل الاطراف التي راهنت على تعيينه، العفو اسمحي لي، الاطراف التي راهنت على تعيين رئيس الجمهوريه بعد علي عبد الله الصالح، كل طرف راى فيه رجل خيبه ورجل شخصيه سوف يسيطر عليه، وبالتالي عينوا رجل ضعيف شخصيه، رجل كارثه ادى الى هلاك اليمن والى تدمير اليمن. نعم. أعود إليك سيد عبد الحفيظ. إذن كل اتفاق دولي يفضي إلى تمكين الميليشيا على حساب الشرعية، سواء الميليشيا في صنعاء أو الميليشيا في عدن، هل برأيك هذه خطة دولية إقليمية أم إخفاق محلي؟ نعم، في اعتقادي انه يعني الامر يتعلق بمحورين، محور داخلي ومحور خارجي. المحور الداخلي ان هناك قوى في الشعب اليمني للاسف الشديد لا تزال مرتبطه بالانظمه الدكتاتوريه السابقه، ولا تسمح باي باحداث اي تغيير، ولا تسمح باحداث تجاوز والانتقال من الماضي الى الحاضر الى المستقبل، وبالتالي هي التي تقف حجر عثره داخل منظومه الحكومة الشرعية، وهي التي تبيع وتشتري في القضايا في السيادة الوطنية والقضايا الوطنية، وهذا أصبح معلوما ومكشوفا. إضافة إلى الجانب الإقليمي، التحالف عاصفة الأمل تحولت إلى صراحة إلى نكبة بالنسبة للشعب اليمني، منعت قوة الجيش من التقدم في هذه الجبهة وتطلبه في التراجع في الجبهة الأخرى، دخول سرعة تقاطع المصالح بين قوى داخل قوى التحالف العربي ادى الى تحول القوات الى الاسلحه والدعم اللوجستي من الجيش الى ميليشيات في الشمال او في الجنوب، وللاسف الشديد تم استنساخ ميليشيات في الشمال عبر طارق عفاش وايضا مجلس الانتقالي في الجنوب. من الذي استنسخها؟ التحالف العربي بغض النظر اي طرف او اخر. اليوم هناك قوات تتواجد في المهره، في سقطرى، وفي عدن، وفي شبوه، بينما الجبهات مخذوله في مناطق الزحف باتجاه العاصمه صنعاء او باتجاه مدينه الحديده لحسم معركه الشعب اليمني مع الميليشيات الحوثيه. وبالتالي في اعتقاد ان هناك توائم ما بين عوامل داخليه وعوامل اقليميه وايضا عوامل خارجيه او دوليه يعني مستفيده من اطاله امد الحرب في اليمن وبقاء جرح اليمن مفتوحه للمتاجره بالسلاح والمتاجره بالوقود والمتاجره بالمتاجره بالسياده البحريه في البحر الاحمر، ويعني كل تتضافر هذه العوامل لتسبب لتنعكس ذلك طبعا كارثه على الشعب اليمني الذي يتجرع المرة بقاء هذه الحرب مفتوحه للاسف الشديد، وهناك تواطؤ من دول التحالف العربي فيما يحدث للشعب اليمني من تمزيق الممزق و القصف المقصوف وغيرها من الممارسات الغير اخلاقيه والغير انسانيه والغير عروبيه والغير انسانيه والغير اسلاميه. وبالتالي اعتقد ان ما يحدث في اليمن يجب ان يكون درسا للشعب اليمني بتوحيد صفوفه واحلال السلام والامن والاستقرار والوئام بين ابناء الشعب، لان الرهان صراحه كشف الرهان على الخارج والرهان حتى على الجانب الاقليمي للاسف الشديد بدا مفتوحا ومكشوفا بانها مصالح تتقاطع وتتقاتل في الساحه اليمنيه. يجب وقف هذا النزيف، ويجب على الشعب اليمني ان يستيقظ من هذه من وهده هذه الكارثه التي تسببت فيها طبعا ميليشيات الحوثي والمشروع الايراني الذي يعيش في المنطقه العربيه، والضعف العربي والاقليمي وحتى التحالف العربي للاسف الشديد الذي كشف كشر عن انيابه وكشف تقاطع مصالحه على الساحه اليمنيه واداره مصالحه وايضا اداره خصوماته داخل الساحه اليمنيه. وبالتالي اعتقد بان هناك ثلاث عوامل تتضافر وهي عوامل داخليه واقليميه ودوليه.
شكرا لك الصحفي عبد الحفيظ الحطامي، كنت معي من مارب. أعود إليك أستاذ عبد العزيز، إذن ما التأثيرات المحتملة لفشل اتفاقي الرياض وستوكهولم على مستقبل التسوية في اليمن؟ التأثير المباشر المجلس الانفدالي أول حاجة مثل الرياض يكفيها أنه تم الاعتراف دوليا وإقليميا بشرعية وجوده، وبالتالي إما الاصطدام العسكري مستقبلا أو اتفاق آخر مكمل اتفاق الرياض تقدم الشرعية مزيدا من التنازلات الانفدالية، لن يكون هناك أكثر من هذا. بالنسبة لاتفاق ستوكهولم هو ولد ميت أيضا من يومه، يعني كان بالامكان السيطره على الحديده، يعني لم تحصل في تاريخ الحروب وفي تاريخ البشريه ان المدينه تكاد تسقط بالدك ثم ترجع الى الحل السياسي والى المفاوضات. نعم، بالنظر الى معطيات الوضع على الارض، تعنت ميليشيا لانتقال تسليم مؤسسات الدوله، ايضا الخروقات المتكرره من قبل ميليشيا الحوثي في الحديده، كيف يمكن أن يتم إبرام اتفاق جديد وضمان أن يلتزم كلا الطرفان بتنفيذه؟ ما هو أنا قلت لك بالنسبة لاتفاق الرياض، قلت إما أنا أذهب إلى الحل العسكري وأعتقد أو اتفاقية جديدة، رغم أن الفكرة السابقة تنص على أن تتابع دول التحالف العربي برئاسة المملكة العربية السعودية تنفيذ بنود هذا الاتفاق. الاتفاق هذا اقول لاختي الكريمه، الاتفاق هذا في شد له ثلاث ملحقات، الملحق الامني والملحق السياسي والملحق العسكري. الملحق السياسي هو الاهم كون تنفيذه يؤدي الى بقيه الملحقات. الملحق لا. السياسي هذا بيد الرئيس هادي بامكانه ان يفرضه على المجتمع على اليمن والمجتمع والاقليم والمجتمع الدولي. ما الذي يمنع من اصدار قرار بتعيين محافظ ومحافظه عدن ومدير امن لها؟ هذا حسب الاتفاقيه خلال 15 يوم يصدر الرئيس هذه قرار بهذا الموضوع. ما الذي يمنع من اصدار هذا القرار؟ حتى لو لم يقبل الطرف الاخر ولكن امام المجتمع الدولي انا اصدرت قرار وتم رفض قراراتي. الان المطلوب يستمر الوضع على هذه فتره معينه عده شهور، ثم نعود عمل اتفاق جديد ملحق اتفاق الرياض او نسمي تسميه جديده. شكرا. الشرعيه مزيدا من التنازلات. نعم، شكرا لك جزيل الشكر ضيفي عبد العزيز الهداشي، كنت معي من الرياض، كما واشكر ضيفي من مارب الصحفي عبد الحفيظ الحطامي، وشكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعه، تحياتي وتحيات معيد هذه الحلقه عبد الرقيب الأبارة، كما هي لكم من الزملاء في الكنترول، الى اللقاء.